وبنهاية صباحنا لليوم حنروح لفقرتنا الأخيرة ورح نحكي فيها أو حيغلب عليها اللون الأخضر. رح نحكي فيها عن مجموعة من التساؤلات والمفاهيم حول البيئة وأهمية الاقتصاد الأخضر، سواء من الناحية المستدامة أو دوره في تحقيق الأمن الغذائي. وضيفتنا لليوم هي ريما طليعة، خبيرة في التنمية المستدامة. يسعد صباحك ست ريما. يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يعني العديد، مثل ما بنعرف، العديد من دول العالم توجهت نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وأيضا تحقيق الأمن الغذائي. بداية خلينا نوضح شو هو الاقتصاد الأخضر. درهم وقاية خير من قنطار علاج. الاقتصاد الأخضر بحقق الوقاية لاقتصادنا بشكل عام، لا سيما وأنه الاقتصاد الأخضر هو منظومة متكاملة تحقق لنا الاقتصاد الإسعافي والعلاجي والتطويري ومن ثم الوقائي. لماذا الوقائي؟ يعني كل الدول باتت تهدف له، أو الاقتصاد الأخضر، لأنه هو يقدم مجموعة حلول وبدائل مستدامة تأتي استدامتها من الطبيعة بالدرجة الأولى ومن فعالية الإنسان مع هذه الطبيعة. لهيك نحن سمينا الإنسان الفعال بالاقتصاد الأخضر بالمواطن الأخضر. وهي تسمية طبعا عالمية، يعني مو بس عنا هلأ هون بهي البرنامج. طبعا يتصف بسلوك معين المواطن الأخضر، فينا نحكي عنه؟ هيك ولا هيك بأجزاء بسيطة كرمال نقدر نوضح الفكرة أكثر للناس، يعني حتى كمان نحكي شوية أمثلة اليوم عن الاقتصاد الأخضر. تماما. أهم مثال واللي هو الأداة يعني بالاقتصاد الأخضر هو المواطن الأخضر. المواطن الأخضر يتصف ب يعني سلوك معين بحياته اليومية، بحياته العملية، وأيضا يتم وضعه ضمن منظومة الاقتصاد الأخضر من قبل الجهات المعنية. شو سلوك المواطن الأخضر؟ من لما بيصحى من النوم، لما بده يستخدم هو مثلا وسائل التسخين أو وسائل التدفئة، هو بيستخدم وسائل الطاقة البديلة. يعني لا نستخدم الوقود التقليدي أو المعتاد، إنما الطاقة البديلة والتي تعتمد على الطاقة الشمسية والهواء. عندما مثلا يذهب إلى العمل، لا يستخدم الورق بشكل مكثف، يوفر الورق لحاجات يعني أكثر ضرورة للاستخدامات الورقية، وإنما يستخدم الألواح الرقمية، سواء اللابتوب، سواء التاب، الآيباد، الجوال. ممكن يعني طالما أنا أستطيع الاستغناء عن الورق فأنا لا أستخدم الورق بالمطلق، وإنما أتجه إلى الألواح الرقمية. هذا كسلوك عمل. كسلوك مستهلك مثلا في الأسواق، أتوجه بدلا من أكياس النايلون التي أشتري بها الفواكه والخضار، أتوجه إلى الأكياس الورقية. حتى يعني في بعض الدول العربية أصبح الابتعاد عن الأكياس النايلون هو يعني قانون، والمواطن يعني بيصير عليه مخالفة إذا بيستخدم كيس النايلون فتوجه للورقي. أيضا ببعض الدول بيستخدموا الأكياس القماشية، يعني ممكن تصنيعها بالمنزل، ممكن في مؤسسات يعني بالمجتمع المدني القطاع الثالث هي بتصنعها، أو ممكن حتى في شركات لتصنيع هذه الأكياس تستخدم لأكثر من مرة لشراء يعني أي شيء من الأسواق. هذا كسلوك يومي. أما كيعني مواطن أخضر ضمن منظومة الاقتصاد الأخضر، فهو الذي تضعه الجهات المعنية في يعني ضمن إطار بناء قدرات يندرج والاقتصاد الأخضر. يعني هو قادر ومؤهل على إدارة التلوث، إدارة الأزمات، إدارة الأنقاض، إدارة المياه، أيضا إدارة البيئة والمناخ والتوجه للزراعة التي تكون صحية أيضا، سواء الزراعة المائية أو بطرق أخرى، والعديد العديد من القضايا يعني التي يكون مؤهل إليها تندرج ضمن الاقتصاد الدائري الذي يستثمر حتى التالف وإعادة تدويره لأجل منفعة الإنسان. تمام. إذا بدنا نحكي عن دور الاقتصاد الأخضر وأهميته في الاستدامة،
دور الاقتصاد الأخضر وأهميته في الاستدامة. مثل ما ذكرت لك أنا بسلوك المواطن الأخضر، شلون أنا أحياناً بوفر الورق، هي مثال بسيط هي يعني أهم أمثلة. بوفر الورق كرمال إنه أنا مثلاً لا لأشياء أكثر ضرورة، وممكن أنا يعني استبدل الورق إذا أنا قدراني مثلاً أنشأ ملفات إلكترونية، سي دي، ألواح رقمية إلى ما هنالك. هي الشغلة مثلاً جزء من الاستدامة. ايضا مثلا المياه، عوض ما انا استخدمها مره واحده ويعني وخلص ما عاد نستخدمها، كمان امكانيه تدويرها من خلال منظومه تدوير او مؤسسات تعنى بالتدوير. ايضا الانقاض ممكن تدويرها واعاده استخدامها في البناء، كذلك الامر النفايات. حتى لو ما كان في مؤسسات لاعاده التدوير كاقتصاد يعني مستدام، نحن في عندنا منظومات يعني سلوكيه بالاسواق او بالانتاج او بالتجاره. مثلا ببعض الدول عندنا نحن المستهلك لما يشتري مثلا عصير بعبوات بلاستيكيه، مثلا هو بيدفع قيمه العصير والعبوه، بس بيخبروه مثلا بالمولات انه رجع العبوه وخذ قيمتها. هذا نوع من تحفيز المستهلك لرجع مادة البلاستيكية للحفاظ على الطبيعة، وبنفس الوقت هنا بعيدوا تدويرها. يعني باختصار شديد الاقتصاد الأخضر هو كتير هام بالتنمية المستدامة، لأنه أنت يعني بتقومي بتكرار المورد المادي واستخدامه أكثر من مرة، بحيث أنه لما يتم رميه يكون انتهى على الأخير. بنفس الوقت الاقتصاد الأخضر هو يستخدم الوقود اللا أحفوري. شو يعني وقود لا أحفوري؟ أو ما هو الوقود الأحفوري أولاً؟ خلينا نوضح يعني للمشاهدين. الوقود الأحفوري هو كل ما يتم استخراجه من باطن الأرض من غاز، نفط، بترول. أما الوقود اللا أحفوري هو الطاقات البديلة التي تأتي من الشمس، من الهواء، من المياه. طبعا اليوم الاقتصاد الأخضر وأنظمة المناخ والبيئة تتوجه لمنظومة الوقود اللا أحفوري أو الطاقات البديلة اللي أنا باخذها من الطبيعة. أيضا لهيك هي تتصف بالاستدامة، لأن الطبيعة دائما تتجدد خيراتها ويعني لا تنضب. لهيك يعني هي كمان من أكبر المسببات والعديد العديد من الأمثلة التي يمكن أن نتحدث بها. كم عندنا اليوم شخص أخضر بالبلد؟ في اكيد في، هو يعني اليوم دوركم قد ايه مهم اليوم بنشر هي الثقافه والتوعيه عند الاشخاص. يعني مصطلح الشخص الاخضر هو لحاله بيكون اشارات استفهام. وضحنا نحن شو يعني، نحن اليوم عم نحكي عن نظام بيئه متوازن صحيح. بعيد عن التلوث، ولكن اليوم هل نحن عم نقدر او عم تقدروا انكم تعمموا هي ثقافه ليكون في عدد اكثر من الاشخاص الشخص الاخضر بالبلد؟ يعني هلا انا بدي احكي شوي هيك يعني عن المواطن السوري. هو اليوم عم بيعاني سواء بالتدفئة، سواء بالزراعة، سواء بالنقل، بالمواصلات، لأنه نحن عنا حالة استثنائية للحقيقة. نحن ما تدرجنا بشكل تدريجي مثلا من الاقتصاد البني أو آلية استخدام الوقود الأحفوري للاقتصاد الأخضر. ليش؟ داهمتنا الحرب على سوريا وتم استنزاف البترول. لهيك يعني المواطن السوري أو يعني بالمجمل يعني بوضع شوي صعب. مع هيك عنا نحن مشاريع عم تستخدم أو عم بتحاول اليوم تعمم الطاقة البديلة، يعني سواء الألواح الشمسية سواء انتشرت كتير هاي. تمام، بلشت تنتشر. هلأ هون بضل عنا تجاوب المواطن، يعني في تسهيلات معينة مقدمة لإله. مثلا إذا بنحكي عن الكهرباء هي عامل أساسي للإنترنت، للصناعة، للتدفئة، للطبخ، لكل شيء. يعني اليوم لازم يتوجه المواطن لألواح الطاقة الشمسية. طبعا في مؤسسات عم بتقدم قروض لتسريع عمليه التحول، يعني في تسهيلات كثير الحقيقه. وعندنا يعني حقيقه بسوريا نحن عندنا كثير ناس عندها رغبه بهذا التوجه. ونحن بالاساس بسوريا انا بعتبر جزء كبير من السوريين بحكم طبيعه الارياف، نحن يعني عندنا نسبه عاليه من المواطن الاخضر. وهذا المصطلح كل العالم اليوم عم بيحاول يتوجه له، حتى عم بيقدموا يعني تسهيلات وحوافز يعني لحتى المواطن يعني ايوه لتعميم الفكره. رغم انه يعني كل العالم العربي وغير العربي يعاني من فكره التحول من الوقود الاحفوري الى الوقود اللا أحفوري. لكن عندنا الوضع حقيقه يعني صعب شوي بسبب انه عمليه تحول وحرب وضرب بنى تحتيه ونهب بترول وما الى ذلك. صحيح. يعني
خلينا نحكي عن الفرق بين التنمية والتنمية المستدامة. تشكرك أنا طبعاً على هذا السؤال، لأنه اليوم نحن كتير عنا ناس بتحكي بموضوع التنمية التنمية التنمية. طبعاً هي شيء كتير حلو، لكن اليوم التوجه الصح أكثر هو اللي بيكون للتنمية المستدامة. ليش؟ شو الفرق بيناتهم؟ التنمية قد تقوم، وليس دائماً، قد تقوم على مبدأ الاستغلال. كيف يعني استغلال؟ يعني أنت هلأ فينك تستخرجي على سبيل المثال بترول من الأرض لعشر سنين لقدام، وتبني منشآت وتعني حالك بظرف سنة أنه أنت دولة رقم واحد بالعالم. أنت ما حسبت حساب الأجيال القادمة، تمام؟ هي أنا عم بحكي لها بظروف مثلا مستقرة. بينما التنمية المستدامة هي التي تؤمن ظروف الفرد وتأخذ بعين الاعتبار الأجيال القادمة، شو أنا بدي يعني يسر للأجيال القادمة. طبعاً الاقتصاد الأخضر كان هو خيار أفضل من الاقتصاد البنية. ليش؟ لأنه أنت لما عم تتعاملي مع الشمس أو مع الهواء أو مع المياه، مع الطبيعة، فأنت عندك طاقة متجددة، طاقة تتصف بالاستدامة، لا تنضب، يعني بتضل تتجدد بشكل دائم. انت عملتي هالمشروع فهو يستمر للاجيال القادمه. نفس الوقت انت ما سببتي اذى للطبيعه على المناخ، لا سيما وانه عمليات الاستخراج الباطنيه من باطن الارض، يعني مثل ما شفنا اليوم، يعني احد التصريحات اللي صرحوا فيها مثلا علماء الطبيعه انه قد تسبب زلازل، قد تسبب براكين، قد تسبب انهيارات بالتربه. ايضا يعني كل هي التوجهات نحو التنميه المستدامه بتحقق مصلحة الطبيعة، التربة، وكمان مصلحة الإنسان. لأنه حتى التربة لما بيتم التعامل معها بأسلوب خطأ، مثلا حتى أكياس النايلون بتم رميها، العبوات البلاستيكية بتأخر لحتى تتحلل. يعني معروف أنه البلاستيك مثلا بده أحيانا من 20 سنة إلى 400 سنة. تخيلي أنه نحن عبوة البلاستيك اللي بنرميها على التراب احيانا قد يعني بدها فتره 400 عام حتى تتحلل. هي الماده الكيماويه، شو يعني حجم الاذى اللي سببته للتربه؟ كم علبه اليوم عم نحكي عن كم؟ تماما. فهي سببت حجم اذى يعني هائل للتربه. بالنهايه التراب ما عاد عطانا منتوج زراعي، ايضا اثر على المنتوج الحيواني. يعني هي الاقتصاد الاخضر منظومه متكامله لصحه الطبيعه وصحه الانسان، لانه في حال تم تدمير هي الطبيعه وتدمير صحه الطبيعه وبالتالي تدمير المنظومه البيولوجيه، ضرر الامن الغذائي. اليوم موضوع الامن الغذائي العالم كله عم بينادي فيه، انه الامن الغذائي. شو يعني امن غذائي؟ انا عم بتقصد وضح هاي المفاهيم، لانه شوي يمكن نحن كمجتمع يعني ما كثير عنا وعي فيها. يعني شو يعني امن غذائي؟ ممكن حدا يقول لك انه ايه اوكي انا خلص عم باكل وبشرب كل يوم مثلا، او حدا يقول لك انا صار لي شهر عم باكل صنف واحد، هاي بظروف صعبه مثلا، صح، او الى اخره. الأمن الغذائي مو هي فكرة أنه أنا أكل كل يوم أو ما أكل، أكل كتير أو قليل، لا، الفكرة هي التنوع، التنوع بالمواد اللي أنا عم بأكلها. أنه معروف عن جسم البني آدم أنه إذا يعني كان على صنف واحد فترة طويلة يصاب بأمراض، منها مثلا مرض الإسقربوط المدر بالصحة وما إلى ذلك. لهيك كل هاي منظومة متكاملة، لازم نحن نهتم بسلوكنا أول شيء، نهتم بالزراعة بشكل أساسي. لازم أنا ضمن برنامجي، يعني حتى المدارس تتوجه، إذا كل مدرسة بتزرع الحدائق أو الأماكن القريبة فيها، أنا بتمنى هذا الموضوع يكون يعني شيء إلزامي لكل المدارس والطلاب، حتى نحن يعني نحقق هي المنظومة المتكاملة من صحة إنسان وصحة طبيعة وأمن غذائي وما إلى ذلك. وكتير حلوة الفكرة اليوم أنه نحن تدخل كنشاط مدرسي. يعني اليوم أنت الطفل وقت اللي بتأسسي بعمر صغير وبنشاط مدرسي بحصة مدرسية رح يكبر على هذا، طبعا حيصير مواطن أخضر بالنهاية. طبعا وهذا هو توجه يعني عالمي حقيقة. بدنا نشكر حضورك لليوم، إن شاء الله هيك تكون المعلومات اللي قدمتيها حضرتك وصلت للناس، وهيك يا رب نحن يكون معنا دائما آمن وبيئة نظيفة. شكرا لك ست ريما، شرفتينا لليوم. شكرا لك وللمعلومات اللي قدمتيها. أما هلا رشا رح نروح من فوائد الاقتصاد الأخضر والمفاهيم التنموية المستدامة إلى فوائد المشي باستدامة ضمن هذا التقرير، من تابعه سوا. كثيرا ما نسمع عن فوائد المشي التي لا تقتصر على المساعدة على فقدان الوزن فحسب، بل تتجاوز ذلك لتشمل تحسين المزاج وتخفيف التوتر وتعزيز الإبداع
فما الفائدة التي تحققها 15 دقيقة مشي يومياً؟ أولاً الشعور بالسعادة. وفقاً لدراسة نشرتها مجلة الطب الوقائي، فإن المشي يساهم في تحسين الحالة المزاجية، حيث أفاد المشاركون في هذه الدراسة بأنهم يتمتعون بمستويات طاقة أعلى وصحة عاطفية وحياة اجتماعية أفضل. ثانياً قدرة إبداعية عالية، حيث بيّنت الدراسة أن المشي يعزز الإنتاج الإبداعي بنسبة 60%. ثالثاً زيادة معدلات ساعات النوم، قد يكون المشي السريع هو الحل الذي تحتاجه، حيث يساعد في النوم بسرعة أكبر ولفترة أطول والحصول على جودة نوم أفضل. رابعاً المساعدة على فقدان الوزن، فالمشي يحرق السعرات الحرارية، كما أنه يحفز ويصفي الذهن، ما يزيد التركيز على تحقيق الأهداف الصحية. فالمشي لا يضع عبئاً كبيراً على المفاصل مثل الركض. خامساً تحسين صحة الدماغ، حيث اكتشف الباحثون في جامعة نيو مكسيكو هايلاندز أنه عند المشي يرسل تأثير قدمك على الأرض موجات ضغط عبر الشرايين التي تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.